قناة قصص تاريخية هي قناة أنشئت لإثراء المحتوى العربي عن طريق نشر قصص تاريخية بطريقة مبسطة ومحايدة عن شخصيات وأحداث تاريخية في الوطن العربي وعلى مستوى العالم. نسعى فقط لنقل المعرفة وليس الحكم على أشخاص أو أحداث، ونقوم بتبسيط المعلومات التي تذكرها المصادر المتاحة إيجابية كانت أو سلبية. نتمنى أن تنال القناة إعجاب حضراتكم.